السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش في هذه الحلقة إقرار مجلس الوزراء الأربعاء الماضي موجهات عامة لخطة عمل الحكومة وموازنتها لعام 2018، وتتضمن الموجهات استكمال إنهاء الانقلاب وتطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار في المناطق المحررة، بالإضافة إلى الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى. في هذه الحلقة من زوايا الحدث مشاهدينا نناقش أولويات الحكومة ومدى نجاحها في محورين: الأول موجهات الحكومة وأولوياتها في العام الحالي، والثاني فرص نجاح الحكومة وعوائق فشلها. وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ خطط العام الجاري بناء على الموجهات العامة التي أقرها مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تسهم الخطة الحكومية كما هو معلن في تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وضبط الإيرادات. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. إن موازنة هذا العام ستكون أفضل من موازنة العام 2014 باستيعاب كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري وضمان استمرار صرفها. هكذا غرد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قبل يومين في حديثه عن موازنة العام الجديد 2018، ولا أحد يعرف على ماذا بنى رئيس الوزراء خطابه هذا، فلا مؤشرات واضحة يمكن أن يترجم من خلالها مثل هذا الحديث إلى واقع. خطاب لا يعدو عن كونه رجما بالغيب أو تشجيعا للذات، فلا جديد استجد حتى يمكن التفاؤل والبناء على هذا التصريح. فالحكومة عجزت حتى الآن عن استثمار الموارد التي تقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باستثناء ما حصلت عليه من عائدات بترول المسيلة في محافظة حضرموت. أن معضلة الرواتب والموازنات التشغيلية للقطاعات الخدمية تكمن في أن معظم إيرادات الدولة تأتي من هذا القطاع. عجز الحكومة امتد إلى عدم قدرتها على الإيفاء بأدنى واجباتها تجاه المواطن، وربما الإنجاز الوحيد الذي تفاخر به الحكومة دفعها لمرتبات بعض أشهر العام المنصرم التي لم تشمل كافة منتسبي السلكي المدني والعسكري، فكثيرون هم الذين لم يحصلوا على مرتباتهم. كثيرة هي الأعذار والمبررات التي توردها الحكومة بشأن إخفاقاتها المتعددة، وخصوصا في الملفين الأمني والخدمي، والأكثر هي المآخذ التي يوردها البعض عليها، لعل أهمها عدم قدرتها على الاستقرار في الداخل اليمني. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من القاهرة. سيد مصطفى مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد مصطفى. أولا يعني ما الذي يعنيه إعلان الحكومة عن وجود خطة للعام الجديد، خصوصا وأن الأعوام السابقة لم تعلن عن ذلك؟ أعتقد أن خطوة الإعلان عن موازنة عامة للدولة لـ 2018 خطوة جيدة من قبل الحكومة، لا سيما بعد الضغوط التي مارستها العديد من الأطراف في وسائل التواصل الاجتماعي. وكنا قد طرحنا هذا الكلام من سابق أنه من غير المعقول والمنطقي، بل من المعيب أن تعمل الحكومة بطريقة عشوائية بدون برنامج عمل وبدون موازنة عامة للدولة. ورغم أن القانون يفرض أن تكون الموازنة العامة للدولة أو أن تقر قبل بدء العام، أن تعد يعني قبل 3 إلى 5 أشهر من بدء العام الجديد، وأن تقر قبل بداية العام، لكن يعني إعلان الحكومة أن هناك موازنة وأنها ستبدأ بإعداد الخطة هي خطوة إيجابية، وإن تأخرت كثيرا وأيضا إذا ما تحققت على أرض الواقع، لأنه حتى الآن لم تعلن هذه الموازنة ولم يعلن أيضا المحاور الأساسية أو أولويات الخطة، لأنه كما طرح في الخبر الرسمي أنه وضعت محددات أو أولويات، وعلى الوزارات يعني والمؤسسات أن تأتي بالخطط لعام 2018. من غير المعروف كم، لكن هذا الإعلان يعني سيد مصطفى هل أتى من إدراك أن الظروف بالفعل صارت مهيئة ومؤاتية لتنفيذ هذه الخطة؟ في تصوري أن الظروف
ظروف استثنائية، والخطة أو البرنامج عمل الحكومة والموازنة لابد أن تكون برنامج عمل يعني استثنائي وموازنة استثنائية بكل تأكيد. نحن لا نتحدث عن أوضاع طبيعية، لكن الحديث عن أن يكون هناك خطة عمل استثنائية وموازنة عامة للدولة استثنائية. هذا هو المنطق الذي يفترض ومنطق الإدارة يعني إذا نفذت كان بها، إذا لم تنفذ فالظروف هي من فرضت ذلك. لا أقصد أنه تنفذ أو لا تنفذ، أنا أقصد أنه التخطيط لظرف استثنائي، بمعنى أنه لا يتم مثلا أخذ خطة 2014 أو 2013 وتطبيقها في 2018، وإنما يعني وضع خطة تتناسب مع الظرف فيما يتعلق بالإيرادات. أنت لديك كثير من الموارد تعطلت، يعني كثير من الأشياء يعني تغيرت في الواقع، وأيضا الحكومة لا تسيطر على البلد كلها، وبالتالي هناك معطيات جديدة تغيرت، فيفترض أن يعد برنامج حكومي يعني استثنائي. هذا البرنامج الحكومي ينعكس بشكل موازنة عامة للدولة تلبي هذا الـ هذا الـ هذا الـ 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 الظروف الطوارئ ويبدأ العمل فيها، لكن وفق مبادئ مؤسسية تضمن أن يكون هناك شفافية وهناك وضوح في الإنفاق ووضوح أيضا في الإيرادات، لأنه حتى الآن يعني هناك مصادر شحيحة جدا للإيرادات، هي موضوع الأموال المطبوعة وأيضا المطبوعة في روسيا، وموضوع بيع نفط المثيلة، لكن أين إيرادات المنافذ الجمركية والموانئ؟ أين إيرادات المحافظات المحررة؟ كانت كثير من الإيرادات حتى الآن يعني غير واضحة لا توجد رؤية لدى الحكومة في هذا الشأن. نعم، لكن سيد مصطفى يعني من خلال اطلاعك على الاجتماع هنا، تم من خلال اجتماع الحكومة تحديد موجهات، يعني ما رأيك في تلك الموجهات التي وضعتها؟ الموجهات كلمات عامة وفضفاضة يعني، وهي طرحت عناوين رئيسية. هذه الموجهات بكل تأكيد كخطوط عريضة يعني ممكن أن تكون أساس لإعداد برنامج، لكن هل سيتحول هذا الأمر إلى خطة، إلى برنامج وخطة عمل وموازنة واضحة وعلى الأقل تقديرات قريبة للواقع، وبالتالي حتى يسهل أيضا تقييم الأداء مع نهاية عام 2018. مشكلتنا أنه في عام 2016 وعام 2017 تم يعني تمت الأشياء بطريقة عشوائية، تم الإنفاق بطريقة عشوائية، وهذا تسبب في مشكلة كبيرة، سواء كان مشكلة تغشي ظاهرة الفساد وضياع كثير من الأموال، وأيضا لا توجد رقابة على هذه على هذا الإنفاق، والأمر الآخر أيضا تفاقم الوضع الاقتصادي وهو الأخطر، يعني عندما لا تكون هناك إدارة اقتصادية كفؤة وأيضا سياسة مالية وسياسة اقتصادية واضحة جنينا آثار سلبية كبيرة، منها تراجع سعر الريال مقابل الدولار وغيرها من الأشياء التي تضرر منها المواطن، وأصبحت الآن يعني عدن على سبيل المثال كعاصمة، بدلا من أن تتحول إلى عاصمة فيها كل الخدمات والسلع والبضائع بأقل كلفة، أصبحت يعني تكاد تكون أعلى مدينة من حيث ارتفاع الأسعار، ومن حيث أيضا كثير من المشكلات اللي تواجهها محافظة العاصمة المؤقتة عدن، وأبرزها مشكلة ارتفاع الأسعار ومشكلة تدهور الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة. إذن نحن يعني بحاجة عاجلة لخطة عمل تبدأ بأن تعود مؤسسات كل مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة وتبدأ العمل بشكل فعلي. يعني للأسف الشديد حتى الآن بذل رئيس الحكومة جهود يعني لا أحد ينكرها في عودته وأيضا في التحرك في أكثر من جهة، لكن أيضا العمل بدون خطة عمل واضحة وبدون موازنة وبدون آلية للرقابة أيضا هذا يضع علامة استفهام كبيرة. والأمر الآخر هو هل فريق العمل الحكومي وطاقم الوزارات موجود ويشتغل على الأرض، أم أنهم غير موجودين، وبالتالي نحن نتحدث عن حكومة يعني ليست على أرض الواقع وإنما هي مجرد اسم يعني فقط. هذا السؤال الذي يعني الأهم. نعم، إذن سيد مصطفى ناصر تكرم بالبقاء معي، سنشرك معنا في النقاش مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام سينضم إلينا من الأردن. سيد مختار مساء الخير.
أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار، يعني إعلان الحكومة عن خطة جديدة للعام الحالي، هل هناك معطيات تشير إلى أن الحكومة يعني أضحت تمتلك قرارها، خصوصا وأن الأعوام السابقة فشلت في ذلك؟ بكل تأكيد أن الحكومة تمتلك قرارها وتمتلك إرادة للعمل ولتحسين ظروف العمل في العاصمة المؤقتة وفي المناطق المحررة. كانت هناك جهود كبيرة في العام 2017، رغم أن هناك طبعا إخفاقات وهناك نوع من المحاولات لإفشال الحكومة وإظهار الحكومة أنها عاجزة وإظهار أن الحكومة لا تستطيع التحرك وإظهار الحكومة أنها يعني مقيدة وهي لا تمتلك القرار. وللأسف الشديد أن من يحاول، نحن طبعا لا نقول أن على الحكومة لا تتحرك، عليها تتحرك، لكن هناك تحديات واجهت الحكومة، تحديات أمنية، تحديات مالية، تحديات عسكرية، تحديات على كافة المجالات. بالتالي إعلان دولة رئيس الوزراء، لكن اليوم سيد مختار بعد إعلان الخطة، خطة الحكومة والموجهات، هل نستطيع القول أنها تجاوزت هذه التحديات التي كانت تعانيها سابقا؟ لا لم تتجاوزها، بالعكس التحديات ما تزال قائمة، ما يزال هناك جزء كبير للأسف الشديد من شركاء معارك التحرير لدينا خصوصا في المناطق الجنوبية يعملون وفق أجندة مختلفة ولديهم أجندة مختلفة بهم ويحاولون إفشال الحكومة. ونحن جميعا نعرف الأحداث الكبيرة التي حصلت في مدينة عدن، لعل أبرزها يعني منع رئيس الوزراء من الخروج للاحتفال بالاحتفال 30 من نوفمبر وغيرها من الأحداث، وإعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتحشيد الناس وإخراج الناس وعمل عراقيل أمام الحكومة ومحاولة إظهار الحكومة أنها حكومة فاشلة ولا تستطيع العمل. كل هذه التحديات ما تزال موجودة، ولكن نقول نحن نتأمل ونأمل أن يكون 2018 هو عام جديد، عام تستطيع الحكومة من خلاله أن تتحرك، أن تقدم الخدمات، أن تنفذ كل ما جاء في الخطة التي قدمها دولة رئيس الوزراء، وهي طبعا أنا أعتقد أنها خطة قوية لو استطاع فعلا العمل من خلالها في القطاعات الأمنية وتوحيد القطاعات الأمنية. تصور أننا في مدينة عدن، في مدينة عدن التي هي العاصمة والتي هي المفترض أن تكون هي المنطلق لكافة تحركات الحكومة، تصور أنه حتى هذه اللحظة ما تزال هناك قطاعات أمنية خارج إطار الدولة لا تأتمر بأمر الدولة. ولعل أبرز هذه أن رئيس الجمهورية أعطى أوامر بعدم منع الأبناء المناطق الشمالية من دخول مدينة عدن، وكذلك أمر من وزير الداخلية السابق، وكذلك أمر من وزير من رئيس الوزراء. ومع ذلك نلاحظ أن هذه جزئية بسيطة جدا ما تزال عائق حتى الآن، وما تزال هذه القوات التي تعمل خارج إطار الحكومة ما تزال هي التي تتحكم بأمن واستقرار مدينة عدن. بالتالي هذه طبعا تمثل تحدي كبير أمام الحكومة ورئيس لكن أيضا هذه الأطراف التي تتحدث عنها سيد مختار، هذه الأطراف هي مدعومة من جهات ويعني دول في الخارج، لكن هل الحكومة من خلال الإعلان هذا حصلت على ضمانات لنقول بأن تنفذ خطتها يعني التي أعلنتها؟ أنا أعتقد أن الحكومة من الواجب عليها حتى ولو لم تتلقى هذا الضوء الأخضر، في الأول والأخير هي المسؤولة أمام الشعب اليمني، وهي المسؤولة أمام التاريخ وأمام الجميع وأمام الأجيال القادمة، مسؤولة أمام الجميع بأنها نعم سيد مختار من الذي أعاق عملها، ومن الذي لا يريد أيضا أن تكون العاصمة المؤقتة في أبهى صورها وأن تكون هي المنطلق لكافة سواء العملية العسكرية والإدارية وعمل الحكومة وعمل الدولة بالكامل. كنا ننتظر أن تكون مدينة عدن هي المنطلق لعمل الحكومة وأن يكون كل كادر الدولة موجود في مدينة عدن، لكن الشديد ما يزال هناك وزراء ممنوعين من دخول عدن، ما تزال هناك قيادة عسكرية من أبناء الجنوب غير مرغوب بهم ويرفض، وبعض الأطراف ترفض تواجدهم بمدينة عدن، بل أن البعض اشترط اشتراط أن يقوم بالتهدئة في مدينة عدن مقابل أن يخرج قائد عسكري أو مقابل أن لا يتم السماح بدخول قائد عسكري لمدينة عدن أو
قيادة أخرى، ونحن لدينا عشرات القيادات ممنوع من دخولهم إلى مدينة عدن. بالتالي هناك إشكالية وهناك طبعا تطلعات وآمال للحكومة. لكن هنا القصد سيد مختار، يعني أنا كنت أقصد في الضمانات، يعني إذا لم تتواجد ضمانات يعني من قبل يعني المكونات أو الجهات التي تدعم هذه المكونات، فبالتالي الخطة التي أعلنتها الحكومة ستظل حبر على ورق. بالعكس، الحكومة طوال الفترة الماضية حتى وكانت في أوج أزمتها مع هذه الأطراف المدعومة من دول شركاء، أو بالأصح يعني مدعومة من دولة الإمارات، كانت تنفذ كل هذه الأعمال، وقامت بتحسين الكهرباء في مدينة عدن، قامت أيضا بتحسين ملحوظ للخدمات الأساسية الأخرى، حاولت قدر الإمكان توحيد الأجهزة الأمنية وأن تكون الأجهزة الأمنية كلها في غرفة عمليات. ولك أن تتصور حتى في اجتماعات اللجنة الأمنية في مدينة عدن، مدير أمن عدن، حتى مدير أمن عدن الذي هو المسؤول الأول عن مدينة عدن لا يحضر هذه الاجتماعات، لم يحضر أي اجتماع من الاجتماعات السابقة. لكن نقول أنه رغم كل هذه التحديات هناك عزم من قبل دولة رئيس الوزراء أن ينفذ هذه الطموحات وهذه ما تم عرضه، ويريد فقط أن تكون مدينة عدن والعاصمة المؤقتة عدن فيها كل الخدمات، وتنعكس صورة إيجابية لكافة المناطق والمحافظات، وأيضا كذلك للرأي العام الخارجي الذي ينظر باهتمام لعمل الحكومة وأداء الحكومة في مدينة عدن، وخصوصا أنها منطقة محررة. بالتالي يتم دعم الحكومة من خلال تواجدها، من خلال أعمالها في مدينة عدن. بالتالي نقول لإخواننا في المناطق الجنوبية ولأعضاء المجلس ما يسمى المجلس الانتقالي، دعوا الحكومة تعمل ودعوا الحكومة تنجز مهامها، وبعد ذلك لكل حادثة حديث، دعونا يعني نتخلص أولا من الحوثيين الذين قتلونا في الشمال وقتلونا في الجنوب، بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن كل المطالب وعن كل ما يريدون ونضعه على الطاولة ونتحاور، وأي شيء يتم الاتفاق عليه يكون هو الذي يكون في المستقبل. نعم، إذن أبقى معي سيد مختار. أعود لضيفي الآخر مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. سيد مصطفى، خطة الحكومة تهدف إلى ضبط الإيرادات وتحسين الوضع المعيشي، بتقديرك يعني ما هي العوامل التي ستعمل على نجاح الحكومة اقتصاديا؟ هناك عدة عوامل أساسية أو متطلبات أساسية يفترض على الحكومة القيام بها عندما إذا ما أرادت أن تنجح في الملف الاقتصادي. صحيح أن هناك تحديات ذكرها الأخ مختار، وتحديات سياسية كبيرة، وهذا الذي تحدثنا عنه سابقا، أن هناك أن الحكومة تعمل في ظل ظرف استثنائي، وأيضا لابد أن تكون الخطط والبرامج أيضا استثنائية لكي تتواكب مع هذه الحالة التي تعيشها الحكومة ويعيشها البلد. المتطلبات الأساسية أولا من الناحية الاقتصادية أن يكون هناك تشخيص واضح لأهم المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، وتشكيل، وهذا عبر تشكيل مجموعة اقتصادية يعني يمكن أن تدير الملف الاقتصادي. للأسف الشديد أيضا ما تزال القضية الاقتصادية، السياسات الاقتصادية ليست ذات أولوية لدى الحكومة، لدى صانع القرار بشكل عام في الدولة، وبالتالي يعني إعطاء الملف الاقتصادي أهمية وإعطائه الأولوية، هذا في اعتقادي أنها الخطوة الأولى. والخطوة الثانية كما قلت يعني لابد من فريق اقتصادي يشكل لضبط السياسات الاقتصادية ومعالجتها، هذا يشتغل حتى في الأوضاع الطبيعية فما بالك في الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلد. أيضا إعداد الخطط الذي تحدث عنها رئيس الوزراء، وأيضا إعداد الموازنات وإعداد آلية للرقابة على هذه على تنفيذ هذه الخطط والموازنات، وأيضا تعزيز العمل المؤسسي للحكومة على الأرض، بحيث تصبح هناك الجهات يعني تعمل في الميدان وتكون متواجدة، وبالتالي تستطيع أن تعالج مشكلات الناس الآنية وأيضا تحقق البرنامج. نعم. إذا لم تتواجد هذه المؤسسات وتبدأ بالعمل في على أرض الواقع، بكل تأكيد لن تحقق نجاح، لأنه لن يكون هناك نجاح ما لم يكون هناك
آلية واضحة للتنفيذ، وأيضا المنفذين موجودين على بعض. نعم. هذه ربما بعض الأشياء الأساسية التي يفترض القيام بها. طبعا هناك تفاصيل عديدة، لكن على الأقل على المستوى العام يفترض أن يكون هناك يعني برنامج عمل واضح، هناك موازنة عامة للدولة يعني دقيقة إلى حد ما وتلبي متطلبات الواقع، هناك آلية لاستقطاب الإيرادات المحلية واستقطابات الإيرادات الخارجية، المساعدات، المنح الخارجية، إدارة ملف الإغاثة. كثير من الملفات في الجانب الاقتصادي تحتاج إلى فعلا إلى عمل وجهد متواصل وجهود كبيرة مضاعفة على الجهود في الأوقات الاعتيادية، وهذا يعني النقطة الهامة. للأسف الشديد الآن الجهود حتى الآن كما نلاحظ نحن كجهة مستقلة نلحظ أن الأداء لا يرتقي إلى مستوى العمل في ظل وضع طبيعي ناهج عن أن يكون في وضع استثنائي يتطلب مضاعفة العمل. يتطلب العمل ليل نهار لتحسين مستوى الخدمات للناس، لتسهيل مستوى وصول السلع والبضائع للناس، وأيضا للحفاظ على أهم مقومات الاقتصاد اليمني، وقف انهيار الريال. نعم. الحفاظ على المؤسسات من الانهيار وغيرها. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام، كنت معنا من القاهرة. أعود لضيفي الآخر مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. سيد مختار، يعني لعلك سمعت لحديث ضيفنا الآخر مصطفى نصر، يعني يقول أن أعضاء الحكومة في الفترة الحالية العمل أو وتيرة العمل التي يعني يقومون بها لا تتناسب مع الوضع الطبيعي، فما بالك في الوضع الاستثنائي. كيف سيتم تنفيذ الخطة في هذا الوضع؟ استثنائي، وأيضا نحتاج إلى أشخاص استثنائيين يواجهون هذه الأعباء ويواجهون هذه الأوضاع الاستثنائية التي نمر بها. أنا أعتقد أن حتى وإن كان هناك بعض القصور من الحكومة ومن أداء الحكومة، فهذا ناتج عن الإرهاصات السياسية، بالتالي الواقع السياسي هو يؤثر بشكل مباشر على الأداء. يعني البعض الآن يقول لماذا لا تعود كل الحكومة إلى الداخل وتدير عملها من الداخل؟ هناك إرهاصات وهناك إشكاليات في الداخل حتى هذه اللحظة، لم تستطع الحكومة حل حالتها وإيجاد البيئة الملائمة لعمل كافة المؤسسات والوزارات. يعني حاولت بقدر الإمكان إنشاء أو إيجاد مباني للوزارات الأساسية، وزارة المالية ووزارة الداخلية تم افتتاح مبناها وديوانها قبل أيام من قبل معالي وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء. بالتالي هي تقوم تحاول قدر الإمكان أن تقوم بعملها وتقوم بدورها، ونحن نقول بالفعل أنه أي أخطاء أو أي نتائج أي قصور يجب أن على الإعلام وعلى المنظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها وأن تقوم بالحديث عن هذا القصور وتقوم بالتواصل أو عمل إعلامي لكي تصل هذه الأعمال أو هذه القصور للحكومة ليتم تلافي الوضع، خصوصا أن دولة رئيس الوزراء والوزراء جميعا أعتقد أن الجميع يتقبل النقد، يتقبل الإعلام، يساهم في إيصال وجهة نظره من خلالكم من خلال جميع وسائل الإعلام. نعم، إذن وضحت الصورة. سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الأردن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي، كان معنا مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام من القاهرة، والشكر أيضا لضيفي الآخر مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. وفي الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.